رجعنا لكم سريعا ولسه مكملين معاكم وحلقه خاصه جدا ومختلفه، تغطيه خاصه للكرييتيف اندستري سمت في التنث اديشن، ومكملين مع ضيوفنا. انا هسيب لك بقى الدخله دي لان انتوا اصدقاء من زمان. يعني هو حاجه الحقيقه بجد، انا بقولها بجد بعيدا عن اي حاجه، شيء يدعو للفخر ان انت تلاقي واحد صاحبك او حد من اصدقائك وصل للتايتل ده، وصل للمكانه دي في شركه بالمستوى ده، بالاسم ده، بالليفل ده، ويعني عشره سنين وعشره عمر كبيره بيني وبين طارق كامل نسلي سي او اللي منورنا ومشرفنا. يا تي مروان حبيبي، ازيك يا طارق؟ عامله ايه؟ انت وحشني جدا بشكل شخصي لان احنا اصحاب، وانت جدا جدا. طارق صديق مدرسه من زمان جدا، مدرسه أوكي. من زمان وشاطر بقى، والاول على الدفعه في ثانويه عامه، يعني حاجات كتير بقى، بس ثانويه عامه بس قبل كده وبعد كده لا، بس كنت شاطر. كنت شاطر صاحبه في ثانويه عامه ورجعت لا بس لا ما شاء الله. ازيك يا تي؟ ازيك يا مروان؟ وحشني جدا. خدي بالك يا رأي، احنا كمان الاثنين اهلاويه جدا. انا لسه كنت هقول ان انا سمعت واحنا داخلين على الاستوديو هنا ركز مع مش عارفه في روابط كرويه قويه يعني. انا ساعات ببقى عارف يعني طارق كان بيروح تمارين، بيروح ماتشات، بطولات. انا ببقى ساعات عايز اقول للناس على فكره اللي قاعد في وسطيكوا ده تايتل كبير، يعني ده شخص كبير على فكره، شركه كبيره. ده يعني هو مش مجرد مشجع عادي فوق الجميع. ده حقيقي. طيب مبسوطة واني معاكم النهاردة والله بجد، ومبسوطة واني انا معاك يا مروان، حبيبي يا طارق. منورنا. ولسه كنا بنتكلم وبندردش مع بعض قبل ما نطلع على الهواء، انت مع الكرييتيف اندستري سمت من دي 1، من اول يوم، صح كده؟ ودي علاقه قويه جدا علاقه قويه جدا، بقى لنا 10 سنين. يعني بتالي كانت 2014 2015 لما مي ونعمات ابتدوا البروجكت الجميل بتاعهم، وجوم بفكره كانت وليده ذا تايم. بس الحقيقه ان مشهد الابداع في مصر ومشهد الكرييتيفز وقدرتنا كشعب وكشباب على الابداع طول الوقت شيء ملهم جدا، وشيء يخلي اي حد يتحمس لاي فكره هتخلق بلاتفورم يساعد الناس المبدعين دول ان هم يلاقوا بعض، يعملوا نتوركينج، يوروا شغلهم، يوروا افكارهم. فتحمسنا دي 1 2014 او 15، وبقالنا 10 اديشنز احنا كشركه نسلي سبونسر اساسي واصيل لكرييتيف اندستري سامت. وكل سنه بشوف كرييتيف اندستري سامت هو بيكبر اكتر، بشوفه هو بياخد تراكشن اكتر، بشوف اعداد الناس اللي بتكون جايه علشان تحضر، بشوف السبيكرز اللي النهارده بقوا من جوه مصر ومن بره مصر. بشوف كرييتيف اندستري سامت وهو بيطلع بره مصر كمان دلوقتي. أيوه. بيروح على السعوديه. أيوه. ويبتدي يبقى افان عرب بلاتفورم، which is حاجه هايله جدا بصراحه، وحاجه ملهمه جدا، سعيد وفخور وموجودين مع كرييتيف اندستري سامت طول الوقت، وطول ما هم مكملين احنا معاهم. هم هيكبروا قوي. والحقيقه ان احنا في مصر من غير ما نقعد نحكي على بلاتفورمز تانية كتير، بس بقى عندنا من ده كتير. ايوه ده حقيقي، وده مهم جدا ومفيد جدا، لانه بيثري جدا المشهد وبيفتح مجالات للناس ان هي تشوف وتعرف وتفكر وتتكلم وتكبر. فحقيقي حاجه فاخره ومشرفه وحاجه جميله جدا. واكيد ناس كتيره جدا جدا هتستفيد انها تيجي وتسمع الناس رواد في المجالات المختلفه بيتكلموا. انت هتطلع ستيج برده او طلعت ستيج؟ عندي توك الساعه 9:30 ان شاء الله. عايز اسالك في حته، التطور اللي انت شايفه ده كنت حاسه من الاول؟ لان في حاجات بتبدا قويه وبتقعد مثلا اديشن 2 3 قويه، وبعدين الدنيا تنزل شويه، تطلع دوره، تنزل دوره. انت كان عندك الفيجن، او نسلي ايجيبت كان عندها الفيجن ده، انه لا الناس دي هتكمل، الناس دي اقوياء، احنا معاهم. عارف يا مروان، بتهيالي الطاقه اللي كانت عند مي وعند نعمات من اول يوم كانت هتخلي اي حد يصدق من اول لحظه في اللي هم رايحين يعملوه. كميه باشن وكميه اصرار وكميه عزيمه، وعارفين هم عايزين يروحوا ايه، وعارفين عايزين يعملوا ايه. ضيف لكده علاقات قويه جدا ليهم هم الاثنين within the creative scene في مصر لاسباب مختلفه ومتعدده. ما عندها سنين طويلة من الشغل في ايجنسيز مختلفة، وهي شخص جميل ومحبوب ومنتشر. فمن اول ثانية كان واضح جدا انه كرييتيف اندستري سامت هيبقى حاجة كبيرة ولو بعد حين.
وشفت بقى تطور جميل جدا في طريقة الشغل من سيت اب صغير وعدد ناس قليلة وعدد سبيكرز قليلين للمشهد اللي احنا شايفينه النهارده والشراكة مع مطور مهم. أيوة. معرفش نقدر نقول اسمه نقدر ولا لا. نقدر نقدر طبعا. لازم نذكر مصر ايطاليا لان هم كمان حاضنين بشكل مهم جدا للحدث. أيوة. وساعدوه ان هو يكبر جدا في المكان الجميل اللي احنا فيه كايرو بيزنس بارك، فساعدوهم ان هم يكبروا اكتر. ابتديت كمان بالوقت، خدوا بالكم احنا ناس اللي احنا شريك الاستدامه كرييتيف اندستري سامت، وده بلاتفورم من وجهه نظرنا كشركه نقدر من خلاله ان احنا نبني على فكره الاستدامه ونقرب بيها للناس ونعرف الناس اكتر. بس الاهم من، وانا هحكي على ده دلوقتي، بس الاهم من ده ازاي مي ونعمات وكرييتيف اندستري سامت في مراحل تطورهم بعد ما كبروا ابتدوا يفكروا طب ازاي الايفنت ده يبقى سستينبل، يبقى صديق للبيئه، ازاي نبتدي ناخد خطوات ولو بيبي ستيبس مع احد الرعاه اللي هو نفسه بشكل موازي معانا. ودي حاجه انتوا اوريدي بتعملوها كمان دلوقتي، احنا بنعملها جدا وبنعملها بشكل واسع. بس مع كرييتيف اندستري سامت السنه دي مثلا، احنا كل ازايز المايه اللي موجوده في المكان خلال ايام الفعاليات في سايكل، وعندنا مكان مجهز لاستقبال ازايز المايه بعد ما الناس تشربها عشان نرجع نعملها ريسايكلينج تاني، مع مجموعه من الشباب، ثلاث شباب في الجامعة الأمريكية وشابين آخرين متخرجين، فكرنا زي نقدر القطع الأثاث اللي موجودة حوالين البوث بتاعنا تكون ريسايكل، فمعمولة من كلها معاد تدويرها، فالترابيزات والكراسي وبنحاول من ده ان احنا نبين نشوكيس ازاي ممكن حاجة تطلع حلوة وتبقى ريسايكل، ونبتدي نحكي الحدوتة دي، نحكي الحدوتة دي للناس وللشباب والكده، ونبني على ده، فنبتدي نفكر في ده. حاجة تانية كمان مهمة جدا ابتديناها من السنة اللي فاتت مع كرييتيف اندستري سامت وبتكمل السنة دي، ان اي بانر موجود في المكان، اي حاجة موجودة في المكان هيعاد تدويرها بعد الايفنت ما يخلص، اي حاجه بلاستيك هيعاد تدويرها. حلو قوي. يمكن تلاحظوا انه النيم تاجز اللي احنا او الكارد اللي معاكم دي معاد تدويرها برضو. دي السنه اللي فاتت كانت بلاستيك. فمن عمالين بناخد خطوات صغيره يمين وشمال علشان في الاخر نوصل لفكره الاستدامه ونعرف الناس عن الاستدامه، ويبقى في نافذه ان انا اقعد اتكلم مع يارا ومروان فاحكي عن الاستدامه عن طريق كرييتيف اندستري سامت. فابتدى الايفنت يكبر ويكون كمان بيفكر ابعد من احنا بس هنعمل الدور بتاع ان احنا بنجيب الكرييتيفز مع بعض ويسمعوا بعض ويفكروا ويعملوا نتوركينج وكذا، ده كمان احنا ازاي هنضيف حاجه جديده هنا وحاجه جديده هنا. فبالتالي الايفنت يفضل يكبر ويكبر لحد ما يكون ان شاء الله قريب جدا ايفنت من وجهه نظري هيتخطى حدود مصر وهيكون ايفنت اقليمي، وقريب هيبقى ايفنت عالمي بيجتذب كمان كرييتيفز من بره الشرق الاوسط. وانا داخل دلوقتي سامع سبيكر بيتكلم بلهجه خليجيه. امبارح كان الاوبننج بالليل كان في عدد كبير جدا من اخواتنا العرب موجودين وحاضرين في المكان. فدي الخطوات اللي بيتحرك فيها من ان هو ايفنت مصري الى ايفنت اقليمي. سنين قليله ان شاء الله هنبتدي نشوف اجانب موجودين سواء من اوروبا سواء من شمال امريكا بيجوا بالكرياتيفيتي بتاعتهم ويتواصلوا مع كرييتيفز بتوع مصر ويتبادلوا الافكار. سو اي ثينك بحقيقي بشوف ان ده الحاجه الملهمه واللي هتفضل بتخلي كرييتيف اندستري سامت شأنه شأن بلاتفورمز تانية كتير. انا سعيد جدا بوجودها في مصر النهارده. هتكبر وتحط مصر على الخريطه في حتت مختلفه. أوكي. وتدخل مصر على خرائط مختلفه نقدر عن طريقها نتنافس مع دول اخرى موجودة في محيطنا عندهم قدرات ان هم يعملوا ايفنتس كبيرة جدا تجتذب ناس كتير جدا. احنا عندنا شطارة الشباب، عندنا حماس الشباب، وعندنا طاقة ابداعية لا تنتهي بتوظف من خلال بقى بلاتفورم زي كرييتيف اندستريز. يعني احنا بنتفرج على ده قدام عينينا وحاسين بيه وشايفينه، ويعني احنا مبسوطين يا طارق ان انت كنت معانا في الاستوديو. تنورتنا يا طارق، ويعني انا سعيد. احنا اول مره نعمل انترفيو مع بعض، اول مره. ومش هتبقى اخر مره. ان شاء الله دبست. انت دبست. هتلاقي بقى كل شويه يكلمك يا طارق بقى بيطلب منك طلبات تبعت له كراتين حاجات كده. لا ادعي لها ربنا يشفيها. ادعي لها ربنا. فضي الثلاجه بس وكله هيجي. مالكش دعوه الثلاجه، مالكش يا طارق حبيبي. انت نورتنا وشرفتنا وبالتوفيق النهارده، وهنبقى نحضر التوك بتاعتك. ميرسي يا يارا. ميرسي يا مروان. ميرسي يا طارق. ميرسي على وجودك معنا. كان منورنا ومشرفنا دلوقتي طارق كامل نسلي سي او ايجيبت، ولسه معاكو انا ويارا جندي في تغطية من كايرو بيزنس بارك والكرييتيف اندستري سامت. خليكم معنا.